إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل وعلى ارتفاع 975 متراً عن سطح البحر تقع بلدة سعير، عرفت سابقاً باسم سيعور الكنعانية وذكرت في العهد الروماني باسم سيور، وهي مكان أثري يحتوي على مدافن منقورة في الصخر. تملك سعير أراض واسعة تزرع بالحبوب والخضار خصوصاً في المنخفضات وبطون الأودية، في حين تنتشر الأشجار المثمرة على المنحدرات الجبلية. في سعير خربة بيت عنون وعرفت بكروم عنبها وزبيبها منذ القدم. تتميز البلدة بالكثير من عيون الماء، يهتم الأهالي بتربية المواشي ولا سيما الغنم والمعز التي تجد في الأعشاب الطبيعية غذاء لها، وعليها تقوم صناعة منتجات الألبان والجلود والبصل. يصل عدد سكان سعير إلى 24,000. منذ انطلاق انتفاضة القدس عام 2015 قدمت سعير أكثر من 10 شهداء من شبابها وفتيانها في عملية طعن أو في مواجهات مع قوات الاحتلال.